إنما سيكون تفكيره صالحا وبالتالي تحليله لمعلومات صالحا والنتائج ستكون بكل تأكيد صالحة. فالبيئة هي أهم ما يمكن أن نهتم به ليس في بلادنا إنما في كوكبنا، وكل الجهود الثقافية والعلمية والمعنوية والسياسية والاقتصادية في كل المؤسسات الدولية تتجه وبكل قوة من أجل البيئة بعد اكتشافنا وللأسف بشكل متأخر بأن البيئة هي التي تحدد حياتنا، بمعنى أن مصيرنا مربوط ببيئتنا. هذا ما جعلني وصحبه أجمعين أسعد الله صباح الجميع بكل خير. يسرني باسمي وباسم أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بكلية التقنية الطبية درنا أن نرحب لكم وأن نقف لكم رافعين القبعات، لكم شاكرين ومنحنين احتراما لحضاراتكم. شكرا لحضوركم معنا، فاليوم هو اليوم العالمي لإحياء يوم البيئة أو اليوم العالمي للبيئة. كيف أنك تمنع خطر؟ كيف أن يمنع خطر انهيار السد؟ أما ما بعد الخطر وما بعد حدوث الكارثة تصبح كلها تلام أو يشار أصابع الاتهام إلى من شئت، لكن دائما في إدارة المخاطر هو منع حدوث الخطر أو منع حدوث الكارثة. كلنا نعرف المكان هذا، من يعرفه؟ سي محمد الحمري، صح؟ كويس، سي محمد الحمري منطقة مشهورة عندنا جنبنا في البيضاء ومنطقة سياحية، وعندي صديقي دكتور عادل غني ربي يطريه بالخير دائما يكلم فيه يقول لي عادل وين ما يجي الثلج بلغني، بلغ ويجي دكتور عبد الغني هو والعائلة والعيال والصغار وكذا ويجوا يلعبوا بالثلج زي ما هم موجودين، لكن ما يغيب عن دكتور عبد الغني هي هذه. وين ما تكون موجودة هنا دكتور عبد الغني وأصدقائي ومجموعته ما يجوش للمكان هذا يعني. فهي نفس المنطقة، نفس محمد الحمري بس من وجه ثاني. هذا هو التلوث البيئي للاسف اللي موجود فيه موجودين، وان احنا نحيي اليوم العالمي للبيئه. هي المفروض ما تكونش يوم عالمي واحد، انما المفروض تكون يعني دائما ايامنا ايام بيئه وايام احياءات. بكبركم اكرمكم الله في مدينه البيضاء وهذه موجوده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتورة إيمان مفتاح الزوكي، العميد المكلف بكلية التقنية الطبية ومدير الشؤون العلمية. اليوم نحيو اليوم العالمي للبيئة معا لنحارب التلوث بداخل بعد إحصار دانيال في داخل مدينة الجميلة. حضر مجموعة من الأساتذة الأفاضل والعلماء لنستفيد منهم في المحاضرات الخاصة لحماية المدينة بعد الإحصار، فجزاكم الله كل خير وإن شاء الله موفقين في هذا اليوم. عنوان المحاضرة على إدارة المخاطر. إدارة المخاطر دائما تعنى بشيء واحد هو منع الخطر. الباشمهندس جويدة والملاحظات اللي حكى عليها تدمير البيئة. تفعيل القانون مش معاه اسرائيل، يعني ممتاز جدا. اشتغل كذا فعلا كويس. امن للغابات. امن للغابات. نعم؟ امن للغابات، امن. امن للغابات، فرصة للناس، نعم. إذا عندنا احنا مشكلتنا في الإنسان في البني آدم هو ما نش معتبرين أنفسنا 85% من المخلفات الصحية أو هي عبارة عن مخلفات طبية. تعتبر 15% هي المواد الخطيرة. خطيرة جدا. الأنابيب اللي تنقل المحاليل الوريدية وغيرها. لو نمشي شوي بس بالنسبة للأثر البيئي، تعرفين الأثر البيئي وكيف مشاكل الأثر البيئي، كيف أن تأثر المخلفات الصحية على الأثر البيئي. كويس. أو صحة الإنسان مرتبطة بارتباط كلي مع البيئة ومع الأنيمال هيلث. كويس. أنا بشوف النفايات البيولوجية طبعا تنقسم الرسامة إلى مواد صلبة وحادة وعلاجية وسائلة مختلطة، وأكيد منا كثير منا شاف هذه المناظر سواء كان في المعامل أو في المستشفيات أو في العيادات.
ريسك مانجمنت تحديدا. هي دائما في اي اداره كانت هي مدى خطور الحدث او الخطر وليس انتظار الخطر الى، وهذا هو مصطلح كبير الناس الاخصائيين فيه، هو يسمى الفرق ما بين الانسان اللي هو برو اكتف وري اكتف. الشخص البرو اكتف هو اللي يخطط قبل حدوث الكارثه. دريت عليه حسب الخبره البسيطه اللي قضيت عليه، يعني اني لما نخلص الماده المشعه بتاعها نتعامل معها كماده بلغه الخطوره، يعني لما جينا نتخلص منها ان عندنا الكونتينر الاصلي. طبعا الصيغه ضد النجاح وناس يقدرون معناه، وللابداع وناس يحسدونه، اذا نقدر جهودك المبنيه فانت اهل للشكر والتقدير، فواجب علينا تقديرك، فلك منا كل الثناء والتقدير. كل الشهادات بهذه الصيغه مقدمه الى المهندس جويد ابو بكر ابو بكر. استاذ المنصات لما حكيت على الميديكال ويست حكيت لنا على شنو وقتها، حكيت لنا على تخلص النفايات، بس في موضوع مش عارف ما حضرتهاش ما تغطيت عليه، لان يعني شنو هنا المواد المشعه. المواد المشعه يعني ما حكيتناش كيف يتم التخلص منها. لا ما ريتاج اسرافيل الشهوي، حنان العبس، نسيبه فيتور، خديجه بوجازيه، صفاء قردوح، امنه الشلوي، هبه العبادي، فاطمه بوجازيه، عواد بوجازيه، واستاذه نجاه يا خير البركه رئيس اللجنه التحقيقيه.